سيدة المطران شارل مراد انضم لنا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك سيدنا. طبعا حضرتك نائب البطريركي لأبرشيد بيروت للسريان الكاثوليك، واليوم موضوعنا كتير حلو. رح نحكي عن مار منصور، مع أنه كنا عم نسمع ترتيلة وترنيمة لمرمرون. ما في خلاف بين بعضهم ولا في؟ أكيد كلهم أحباب الرب هن. بيقول مار منصور دو بول: اترك صلاتك إذا ناداك فقير، اذهب فتجد الله. اليوم الكنيسة وبعد يعني بتحتفل بعيد القديس مار منصور، لأنه بعام 1617 وبعد ما صار في اختبار للفقر والبؤس الروحي والمادي بفرنسا، اتخذت الروحانية المنصورية للقديس منصور وجهين. أول شيء إعلان الخبر السار وخدمة الفقير من خلال تنظيم وإشراك الأوساط الاجتماعية بهيدا الموضوع. بالوقت اللي كان فيه الإعلان عن الخبر السار بيقتصر فقط على الكهنة، كانت خدمة الفقراء من مهمة العلمانيين وتحديدا النساء يلي جندوا لهالموضوع. أسس رهبنة الآباء العازريين وساعد القديسة لويزا بتأسيس جمعية بنات المحبة سنة 1633، وما كان القديس منصور مش هو اللي أسس جمعية مار منصور، بل قام بهالشي الطباوي أنطوان فريدريك أوزانام عام 1833. وضع المؤسسة تحت شفاعة القديس منصور بطلب من رئيسة دير بنات المحبة. معلومات جديدة علينا. أكيد. نفتكر أنه لا، هو القديس هو اللي عمل كل هالأمور، على ما يبدو لقى في شراكة روحية وتقسيم للمهام يعني كمان. أكيد هو مار منصور بلش بهذه الرسالة، بس الجمعية مار منصور اللي بنعرفها هلأ هو طباوي فريدريك أوزانام اللي أسسها وحطها باسم مار منصور، لأن مار منصور كانت كل حياته خدمة الفقير و تسقيف الكهنة. قديه مهمة يعني تسقيف الكهنة بوقتها. مار منصور شيء إنسان كتير كبير يعني بهذا العصر يلي جيل السادس عشر يلي عاشوا فيه كتير قديسين. بلشوا مار منصور شاف حاجة اجتماعية. تعرف بالسادس عشر أكيد اللي بيعرفوا تاريخ بيعرفوا أنه فرنسا كانت عايشة حياة كتير مش حلوة. صح. يعني في ذل، ما في شغل، في فقر كتير، في الدولة ما بتهتم بالناس، حتى الكهنة ثقافتهم كانت كتير متواضعة. يعني كان المجتمع شوي مخربط من كل النواحي، ومار منصور وقت شاف هالمجتمع حس انه عنده دعوة ينقذ هيدا الشيء. مشان هيك مثل ما تفضلت وقلتي انه كان عنده الخبر السار يلي هي الكتاب المقدس بشارة يسوع وخدمة المحبة يلي سلمها للنساء، فإذا هالشقين وكأنهم هن هالرسالتين يلي مار منصور مشي فيهم ونجح كتير فيهم. يعني حول فرنسا، حول العالم لفكرة جديدة للفقير، فكرة جديدة للكنيسة، وفكرة جديدة للرسالة يلي الإنسان بده يقوم فيها. وكأنه حياة مسيحية، يعني دمج ما بين الكلمة والخدمة، يعني مش بس دين، مش تنقيل الحياة المسيحية دي. موجودة ولكن أحيانا ما بنعرف نعيشها. كتير مهم يكون في حدا يدلنا كيف بدنا نعمل. صح. مشان هيك مار منصور أول شيء ركز على دراسة الكهنة. كانوا الكهنة بالقرن السادس عشر كانوا يدرسوا عند خور الرعية، وخور الرعية الشيء اللي بيعرفه الصغير يعطيه للشماس اللي عنده يلي بعدين بصير خوري، وما بنعرف إذا هالشيء اللي بيعرفه مزبوط أما لا. مشان هيك صار في ضعف كتير باللاهوت، ضعف كتير بالأسرار. فكانوا الكهنة عندهم هالبشارة المتواضعة، هالثقافة المتواضعة. إجا مار منصور وأسس جمعية الكهنة وعمل لهم فورماسيون كتير قوية لحتى وقتا بينزلوا على البشارة يكونوا واثقين يقدروا يوصلوا المسيح مثل ما هو. صح. يعني ركز على التعليم، ركز على الاستيعاب، ركز على التوبة. توبة كتير مهمين هالثلاث كلمات، التعليم والتوبة والاستيعاب. تعليم، لأن أنا ما في أقدر أفهم المسيح أو أفهم إيماني من دون ما أتعلم. كتير مهم الإنسان يكون عنده باكجراوند معينة. هي الإيمان منه بس عاطفة، مش شعور. أي شعور أنه أنا بحبك يا يسوع بس ما بعرف شيء عن يسوع. في التعليم توبة،
هي بتعرف التوبة شغلة كتير مهمة يلي بتخلي الإنسان يرجع يتجدد بالروح القدس. التوبة عن خطايا، يعني الإنسان وقت بيعرف خطايا أنانية، يعني مثل أنت عندك قطعة كل يوم تجي بتمسحي للغبرة تضل نظيفة، هاي هي التوبة، إنه كل يوم بدي مسح نفسي من الغبرة لحتى ضل صورة مسيح اللي فيي واضحة. والاستيعاب إنه أقدر أفهم ونفذ شيء اللي أنا بدي أتعلمه وأتوبه، لأن التوبة هي مش بس دركة، أنا التوبة هي عمل كمان، عمل تتجسد. مش هيك نحن وقتها بنعترف بناخد أعمال رحمة تنكفر عن خطايانا، أعمال الرحمة اللي هي خدمة، يلي هي مساعدة، يلي هي صلاة الإنسان بقولها لحتى يرجع يكفر عن خطاياه يلي اعترف فيها. وهون مار منصور كان كتير واعي لهالأمور، وكرس هو حياته لهيدا الشيء لحتى يعمل أول شغلة، أول شغلة قيمة للإنسان. كان كل شيء داير حول الإنسان، كتير مهمة، لأن نحن وقت ما نركز على إيماننا ننسى أنه في إنسان. مشان هيك الجملة اللي قريتيها بالأول، أنه إذا كنت عم تصلي شغلة كتير حلوة اترك، جاعد يا إذا بتقول الجملة بيقول له اترك صلاتك إذا نداك فقير اذهب فتجد الله بالفقير. هيدي أم تيريزا دي كالكيوتا كان دايما تقلهم للرهبات تبعها، بتكون تشوفوا يسوع بالفقير، بالمريض، بالعمل، بالفقير، يعني بالخدمة. ايه. ومر منصور كمان بدك تشوف الله بالفقير. فإذا أحيانا نحن منفكر أنه الصلاة هي أهم من الخدمة. بتعرف الرهبان عندهم شعار صلاة وعمل. ما في صلاة، أوقات نحن منضل عم نصلي ننسى العمل. في صلاة وفي عمل. فإذا بيجي بيقول لهم منصور مش غلط إذا أنت كنت عم تصلي تركت صلاتك ورحت خدمت الفقير، لأن كمان خدمتك للفقير هي شو؟ هي صلاة، هي صلاة تطبيقية. فإذا هيدي الروحانية بهديك الأيام كانت غريبة، أنه بتعرفي كان في رهبات محصنات يعيشوا بالدير، ممنوع كانت الرهبة تطلع برات الحصن. فإجا هون مار منصور وتأسس بنات المحبة، يعني كسر تابو معين، ركز على الخدمة. برجع بقول الخدمة هي مش أنه أنا أقدم فنجان قهوة خدمة، أو أنا أرقط وأطبخ بالبيت. الخدمة هي أنه تكون كل حياتي أنا مع المسيح مكرسة للإنسان، يعني بده يكون في خدمة المقدسة بنسميها، عنده ميسيون يعني. فمن بعد ما اهتم بالكهنة مار منصور شاف أنه في حاجة للمجتمع، جاب هالبنات الفقيرات، وهو أصر أنه يكون في بنات فقيرات فقراء، يعني من عيال فقيرة، لحتى يعرفوا قيمة الإنسان الفقير. لأن أوقات كانوا يجوا نساء نبلاء من العائلات النبيلة، من هيدا بتعرفي هو اللي بيلتهوا بحالهم، بيلتهوا كيف بدهم يعملوا. وهيدي أوقات نحن كتير بنقع فيها، بنقعد نحن منركز بنعمل نشاط معين، منلتهي كيف نعمل ديكور، كيف نزين الطاولة، كيف نحط الورد، ننسى الإنسان يلي هو هدف. صح، خاصة بهداك الزمن، يعني كان عندك الأمراء، كان عندك لنوبل النبلاء، وكان عندك البيزان يلي هن الاستقراض، يعني الخدم الشغيل يعني. فصاروا هول بمستوى الكهنة يعني. مش بس هيك، لأن كان في فرق كبير بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. والطبقة الغنية تعتبر حالة أنه هي طبقة مختارة من الله، والطبقة الفقيرة هي طبقة يعني أنه للكب مثل ما بيقولوا. فهون مار منصور وتجاب هالبنات يلي هن من عيال الفقيرة وحضرهم ليخدموا الفقير. لأن الفقير بيفهم شو الفقير، لأن أنا مثلا ما في أنا أحكي عن الجوع مثلا إذا أنا ولا مرة جعت. بتعرف الإنسان يلي بيمرض بيعرف قيمة المرض، اللي بيجوع بيعرف قيمة الجوع، يلي مثلا بينقصوا شغلة بيعرف قيمة الشغلة. مشان هيك الأهل أوقات وقت بيحرموا أولادهم من شغلة معينة مش بيحرمون لأنهم بخلة أو لا، بس بيعودوا للولد أنه الشغلة اللي بدك تحصل عليها بدك تعرف قيمتها. وهيك بالمدرسة أوقات كانوا يعلمونا، وببيتنا كانوا يعلمونا، وهلأ بالتربية هلأ أوقات الولد صار عنده كل شيء، بتشوفي بابا عنده قيمة للشغلة. ولكن مار منصور أراد من وراء هالبنات يلي سماهم بنات المحبة، مع أنه كان في قبل أشخاص حاولوا يؤسسوا رهبانيات نسائية فشلوا، ولكن مار منصور عرف كيف ضرب على الوتر الحساس. أكيد. على الحاجة يلي هي الإنسان الفقير. والإنسان الفقير بلانش مش معناتها يلي ما معه يأكل، في إنسان فقير بعقلاته،
في إنسان فقير بإيمانه، في إنسان فقير بالمعرفة. يعني مش بس الإنسان الفقير يلي منشوفه قاعد على الطريق ما عم بيأكل، كل هول الحاجات نحن مسميهم الشخص المحتاج. محتاج للمعرفة، محتاج للحب، محتاج للأكل، محتاج للمال، محتاج للدواء، محتاج للإنسان المرافقة، هول كلهم مسمين نحن محتاجين. مشان هيك مار منصور ركز بتربيته لهالبنات يلي بعدين رجع أسس رهبنات، رهبنة نسائية، رهبات المحبة يلي هلأ نحن مسميهم رهبات العذارية. صح. هن يلي كرسوا حياتهم لخدمة هالفقير، بعدين رجع جاب نساء كمان من العائلات الغنية لحتى يرجع يفرجيهم شو قيمة الفقير بحياتنا. وفي كتير أشخاص من الأغنياء التزموا بمار يعني منصور، يعني نوع من كسر للطبقية، مش مش بس يعني نزلهم من عرشهم وفوتهم على يعني ركز لهم قديش مهم الإنسان. وكتير مهم نحن بكل شيء بنعمله أنه يكون الإنسان هو بالمركز الأول. طبعا أكيد أكيد. بيقول مار منصور عن الفقراء: هم همي وألمي. حلو. أكيد. بيقول هم أسيادنا وأربابنا، هن الفقير. وتقول أنا الفقير هو همي وألمي، الهم شو معناتها؟ معناتها أنا بدي أشوف كيف بدي ساعده. حلو. وألمي يعني أنا بتألم وقت أشوف إنسان محتاج. يعني مار منصور دخل هالروحانية الفقيرة، يعني روحانية الفقر يلي بتخلي من خلالنا نكتشف كيف يسوع كمان هو تلميذه عجل الفقر. ولكن بتعرفي في شغلة كتير كتير حساسة يقعوا فيها كل الأشخاص يلي بيشتغلوا مع المحتاجين. بتعرفي أوقات كمان المحتاج بده يكون إنسان مؤمن. أنا بدي علمه يكون مؤمن، لأن أوقات المحتاج عم بيكون إنسان طميع، بده يكون مؤمن وعنده الصبر وعنده الاكتفاء. مش بس لأن في أشخاص فقراء بس هن طميعين، أنانية، يعني بقحين، سوري على الكلمة. يعني ما بدها تكون الفقر هي وظيفة أو هي وظيفة استغلالية، الفقر هي حالة كتير اجتماعية. كتير أحياناً الأشخاص اللي بيشتغلوا مع المحتاجين بتفوتي أنت لتعطي علبة مثلا مواد غذائية لفقير، بتشوفي عنده 10 علب أخدهم من كذا جمعية وبقول لك أنا بحاجة. كمان في مار منصور حاول يشتغل على فكر الإنسان لحتى الفقر مثل ما قلت ما يكون عيب وما يكون بنفس الوقت استغلال، لأن أوقات الفقير بيستغل الغني، بقول انا بدي اخذ منه بدي اخذ منه. بتعرفي اوقات كثيره بيموتوا فقراء بيكتشفوا معهم مصاري الدنيا. صح. بيكتشف عنده بنايه، بيكتشف عنده شقفه ارض، لان اوقات الفقر بصير مثل عاده، بصير حتى انا لو معي مصاري بشحد. ولكن هون مار منصور ركز على الفقير يلي فعلا هو فقير، يلي عنده لما بتعرفي اجمالا الفقير بيكون عنده شوية خجل. صح. الحقيقي الفقير الحقيقي بيكون عنده خجل، يعني بيستحي يطلب، ما بيحكي، ما بيطلب. وإذا بتعطيه بتحسيه إنه يعني مخجول من نفسه، عنده كرامته. برافو عليك، عنده كرامته. كتير مهم الفقير يكون عنده كرامة، عشان هيك مهم نحن وقت نعطي كمان نعطي بكرامة، نحفظه كرامته. اليوم مزبوط. كنت عم بحكي عن هيدا الشيء، يعني الأشخاص اللي تركوا بيوتهم هن ممكن يكونوا أغنياء هلأ بحالة. أكيد. فقر. أكيد. يعني عنده قصر بس هلأ ما معه يأكل لأنه ما قدر ياخد شيء معه، فالعطاء بكرامة. خبرك شغلة يمكن حدا لو خبرني إياها أنا يمكن ما بصدقها. بتعرفي بالأزمة اللي قطعنا قبل الأزمة هلأ الحرب، يعني بالأزمة الاقتصادية اللي قطعنا وفرق الدولار. صح. والناس معاشاتها والبنوك. بتعرفي في مرة شخص بيجي لعندي، هو من الأشخاص يلي كل فترة كان يجي على الكنيسة يعمل جاستي، يعمل يدفع، تقدمة، يعمل تقدمة، خدمة مالية. إجا بالأزمة إجا هو اللي عندي يطلب مساعدة لأولاده. إجا محتاج. إيه؟ هلأ أنا طلعت أنه بتعرفي عم نحكي بتنغش. في كرامة الإنسان. إيه بتنغش، بتفتكر أنه هيدا ليس كرامة الإنسان أنه أنت كنت تجي تتبرع للكنيسة، هلأ أنت صرت تجي تاخد من الكنيسة. أنا وقتها هيك أخذتها بطريقة المزح بس لحتى رتب الجو، قلت له يعني اللي أعطيتنا إياهم بدك تردهم ترجع تاخدهم. أنه يعني تشوفي قديش الإنسان وقتها بيطلب انه قديش بيكون يعني بيصغر. صح. بيصغر مش بالقيمة، يعني مش هيني انت تجي تكوني محتاجة. فكتير مهم انه الشخص يلي بيخدم المحتاج يحسسه انه انت انسان مهم، انا عم بخدمك لانك مهم مش لانك انت انسان اوطى مني. فمار منصور كان دايما وقت قال له تجد الله
شو بده أكبر من هيك؟ يعني أنه هيدا الإنسان المقبيلي هو الله. ليش وصفهم كأسياد وأرباب؟ لأنه بده أنه يكون الشخص المنصور يعني يلي تابع لمار المنصور خادم لهالمحتاج. تعرف في كتير أشخاص قديسين ورهبات ورهبان وأشخاص علمانية كرسوا حياتهم لخدمة المحتاج. يعني صاروا هني بخدمته. يعني أنا وقتها بخدمك أنت كإنسانة محتاجة صرت وكأن أنت البوس تبعولي. مثل ما أنا بالشركة بخدم مدير الشركة أو إذا أنا بشتغل عند حدا بخدمه، فإذا أنا الفقير بالنسبة لي صار هو سيد علي. ليه سيد علي؟ لأني أرى الله من خلاله. شوفي شو حلو أنه أنا وقتها بشوف الله من خلاله، فإذا أنا ما في أجرحه لهالإنسان، ما في هينه، ما في حسسه أنه هو أوطى مني. بالعكس الله مات، يسوع مات من أجلي، من أجل كلنا تنكون كلنا متساويين. هلأ يمكن ربنا أنعم علي أنا أكون أحسن منك أو أنا أكون أوطى من الآخر، ولكن دائما في شيء بيجمعنا هو الإنسانية. 100% سيدنا، المحبة حتى بسلم القوانين هي على رأس هذا السلم. ليش؟ ليش المحبة هي قانون؟ يعني قانون ما فيك تكسره. لكن أن ما فيك تعمل شيء بدون محبة. فيك تكون عندك مصاري، فيك تعمل أعمال مساعدات كتيرة، بس ما يكون في عندك محبة. وهون ماربولوس، نشيد ماربولوس بكورنثوس: لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولم تكن فيها المحبة فما أنا بشيء. لو قدمت جسدي، لو وزعت كل أموالي وما فيه محبة، يعني ربنا ما بيقشع هالعطاء إذا ما كان مغمس بالحب. بده القلب، القلب. أنا بقدر أعطيك وفل تتحل عني، يعني اوقات بتعطي بس دائما العمل تيكون له ثمار بده يكون نابع من منا تاكس، منا جزيه، هي عطاء. منا جزيه ومنا حسنه. يعني انا وقتها بخدمك مش انه انا عم بعمل لك حسنه انه يلا خدي ولا ما، لم دائما انا بقول اهون شيء للغني يدفع مصاري. اهون شيء تجي قد ايه بدك الله معك ميرسي ريحني. مثل ما البي اوقات ما بيكون له جلاد عائلته مش هيك ولاده، شو بدهم اعطيهم بس حلوا عني. مثل مش عن هالعطاء عم يحكي، بتعطيه الموبايل تفرج بس ما تزعجني. يعني عم يحكي عن خدمه ومحبه في عطاء الذات. يسوع الله كان بيقدر يخلصنا، هو بالسماء هو قادر على كل شيء مش هيك؟ صح. بيقدر يخترع 100 طريقه، هو رب المجد بيقدر يعمل بده اياه بدون ما يتعذب، ينزل يتجسد يتألم ويعيش بيناتنا ويخلصنا على الصليب. منه مضطر، ولكن فعل المحبة هون نرجع، لأن في محبة، المحبة ما بتقبل إلا ما تعطي ذاتها. طبعا المحبة ما بتقبل إلا ما تكون هي يعني كلها سوا. فهون مار منصور ركز عن نقطة المحبة، وهون مار بولس بيقول الإيمان والرجاء والمحبة وعظامهن المحبة. فإذا هون المحبة هي يلي بتجيب لك وبتخلي عملك يعطي نور. أكيد. يعطي، لأن مثل ما قلنا هي في كتير أشخاص بيساعدوا. أوقات واحد بيجي بيعطيك مبلغ كبير بتنزعجي، أوقات واحد بيجي بيعمل معك خدمة صغيرة بتنبسطي فيها، بتقولي أصلا بتحسها من قلبه عمل لي. بدي أقول لك وقت تكون من قلبه بتبرك، وقت تكون مش من قلبه عن جد لأن ما فيها محبة، فيها بركة. وهيدا اللي بدنا نفكر فيها نحن اليوم إذا كنا عم نحكي عن مار منصور، مش تنمدحه لمار منصور، لأن مار منصور قديس كبير ومنه بحاجة لأننا تنمدحه. ولكن عم نتذكر تصرفاته، عم نتذكر شو علم لحتى نحن نخدهم ونحن نعيشهم. يعني الموضوع اليوم بيتطبق على الحالة يلي نحن فيها. أكيد. لأن الحاجة كبيرة وحالة الفقر كبيرة، يعني بكل المناطق. خدمة الإنسان كثير مهمة، خدمة الإنسان. ولاحظة بكل شيء عم بيصير بالحرب هلأ، بالحرب بالعالم، مين عم ينأذى؟ هو الإنسان. نحن أوقات بنلتهي بالقصف وبنلتهي يمكن، بس بننسى أنه في إنسان هو اللي عم بيموت، هو يلي عم بيحتاج، هو يلي عم بيفقد أشخاص مهمين. صح. هو يلي كتير مهم الإنسان. ويسوع وقت جسد لبس كل إنسان، لبس إنسان، جسد. صح. بالإنسان ليفرجينا قديش الإنسان مهم. ومار منصور وقتها قال أنا بدي أشوف بالفقير الله،
معناتها عم بفرجي قديش قيمة الإنسان المحتاج أنه أنا عم بشوف من خلاله الله، وأنا فإذا وقتها بخدمك ما بكون عم بخدمك إليك، عم بخدم ربنا. الله. شكرا لك سيادة المطران، أهلا وسهلا مرسي فيك على أمل لقاء. منعيد أكيد كل الأباء العزاريين وكل جمعية مرمنصور يلي اليوم عيد مرمنصور، وإن شاء الله هيك خدمتهم بالمجتمع بتكون مقدسة ورسالتهم كمان بتكون مباركة بهالظروف الصعبة. أمين. رح نروح مشاهدينا لفاصل وبنضم لكم زميلي إلي حوشان.